دلوقتي نعمل بحطها بالبشاميل بقى على الطعم الحلو. عايز اكل حاجه مسكره بس برضو بالبشاميل، بما اننا بقينا شاطرين وعرفنا كل الحركات بتاعه البشاميل تخليه يبقى مناجح معايا، بس انا عايز المره دي اخلي البشاميل الحلو من غير بيض عشان الزفاره بتاعته يبقى نفس الوش كده او وش قريب من ده. هنعمل ايه؟ عندي ايه الاول محتاجه عشان نبدا مع بعض؟ عندي كيلو من البطاطا مسلوقه بقشرها او متقطعه مكعبات ومسلوقه، بعد كده عندي 3 معالق كبار من السكر، فانيليا، والبشاميل الحلو بتاعي، لتر من الحليب، 100 جرام من الزبده، 120 جرام من الدقيق، معلقه كبيره من السكر، نص معلقه صغيره من الملح، معلقه كبيره او صغيره من الفانيليا على حسب نوعيه الفانيليا الموجوده عندك. طيب الزبده نص كوبايه، 3 ارباع كوبايه من الدقيق، لتر من الحليب، معلقه صغيره من الفانيليا. هنروح على الحله سريعا بقى كده، خلاص احنا بقينا عارفين بنعمل بشاميل ازاي. حله، ننزل باللبن، بسم الله الرحمن الرحيم، وهنروح الناحية التانية نعمل الرو بتاعنا. هجيب مضرب وانزل كده بنص كوباية من الزبدة، حط عليها شوية زيت برضو، قللت شوية من الزبدة برضو عشان اكمل زيت، سيبها بقى بتسيح هنا كده. عايز بقى انا الزبده بتاعتي ليه طلبت معلقه كبيره من الفانيليا وعايز اعمل ريحه البشاميل حلو يعني طايس البيت، اقوم جايب سنه من الفانيليا كده ونازل بيها هنا ايه مع الزبده كده، وشمي بقى ريحه الفانيليا بقى وهي يعني بتجوع اللي في البيت عايزين يعرفوا احنا بنعمل ايه. هنزل بقى بالدقيق، 3/4 كوبايه هتبقى حلو جدا، وهنا اللبن بتاعي هستناه يغلي، واول ما يغلي هحط عليه كوبايه من السكر. لازم افضل اقلب في الرو بتاعي كده لحد ما تخريزي في الدقيق او كور الدقيق دي او الدقيق كله يختفي ويبقى عامل بالشكل اللي قدامي ده كده، وبعد كده اقوم رافعه من على النار. بصوا كده انا شايف ان مفيش اي تكتلات من الدقيق ولا حتى في جانب الطاسه، وبفضل اقلب كويس في النص عشان ما يلسعش الرو بتاعي. هرفع من على النار واروح بقى لحد ما اللبن يغلي وانزل بيهم على بعض، بس قبل ما هيحط الرو على اللبن لازم احط كوبايه من السكر. خلاص كده اللبن بتاعنا قرب يغلي، بسم الله الرحمن الرحيم، بقى ننزل بشويه سكر، والسكر هنا قلنا على حسب الرغبه يعني على حسب انتوا عايزين تحلوا، ممكن نحلي بعسل كمان. هدوب كده السكر بتاعي، ودايما محتاج ان انا اخلي النار تبقى عاليه على اللبن عشان يغلي. اللبن بتاعنا كده خلاص دخل على انه بيغلي، قام جايب بقى الرو بتاعي ومنزل عليه كده بسم الله الرحمن الرحيم، واقلب، وهسيب بقى البشاميل دقيقتين ثلاثه على النار، هلاقيه بيربط معايا زي الاول. نفس الموضوع برضو اخذ مننا دقيقتين والبشاميل خلاص اهو. هروح بقى على الخطوه الثانيه، وعندي البطاطا هديها شويه سكر برضو، ممكن لو انا عندي كراميل اديها شويه كراميل، ممكن عسل ابيض، ممكن مكسرات، ممكن جوز هند، سنه فانيليا صغيره قوي. وبعد كده هجيب بقى المضرب، ارفع بقى البشاميل ده من على النار خلاص، وابتدي اهرس البطاطا بتاعتي المسلوقه. هنهرس كده في البطاطا، وقلنا على حسب بيكون طعمه معسل هنحط السكر. بعد كده هجيب بقى صينيه البايركس بتاعتي، وهنا محتاج شوية زبدة أو شوية زيت صغيرين، حاجة بسيطة قوي كده يعني، وأقوم جايب فرشة ودهن البايركس بتاعي كله. ممكن أعمل نفس الطريقة برضو مع القرن. بعد كده هجيب البطاطا وأقوم نازل بيها كده كلها في الصينية أو على حسب حجم الصينية بتاعتي. طبعا احنا قلنا ممكن نزود بقى مكسرات، جوز هند، صوص، اي حاجه من الحاجات اللي احنا ممكن عايزين نزودها دي، مفيش مشكله خالص ان احنا نزودها. لازم ندوق هنا طعم السكر على البطاطا، مسكره ولا لا، عايز سكر قد ايه، وافرد بقى كده كويس. انا عايز اعمل طبقتين عشان المعلقه كده تاخد بشاميل مع بطاطا يظبطوا الدنيا، يبقى الموضوع مميز. بس كده بشاميل تقليبه تنزل على الوش،
وعايز طبقة البشاميل هنا بتاعتي تبقى عالية. طب هل أنا لو دخلت البشاميل كده الفرن هيتحمر زي ما اتحمر المكرونة البشاميل بتاعتنا؟ لا، هنحط بيض هيدي طعم زفر. طب حلها ايه؟ معلقة السكر بقى احنا كنا شايلينها، عشان بقى الوش يبقى جميل هنقوم جايبين بقى معلقة السكر دي، ويكون السكر ناعم مش بودرة، لأن البودرة هيعمل لي طبقة ناشفة كده محروقة. سكر، وابتدي رش السكر وهي سخنة كده، عشان السكر ده البخار اللي طالع من البشاميل يدوبه، هيديني طبقة زي العسل كده. أو ممكن آخد شوية بشاميل وأقوم حاطط عليهم عسل أبيض ومضربهم زي صفار البيض وأقوم عامل بيهم الوش، بس طبعا السكر أوفر وهيبقى سهل يعني في الطريقة التحضير كتير. بعد كده نفس الفرن نفس درجة الحرارة 200، نفتح بسم الله الرحمن الرحيم وناخد صينية البطاطا بالبشاميل، أو ممكن نعمل كوسة قرع بالبشاميل نفس الموضوع، وهندخلها الفرن نص ساعة ونرجع نقدمها مع بعض. استوت كده صينية البطاطا بالبشاميل، نفتح بقى بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى السكر مدلعين البشاميل بالشكل ده عامل ازاي. حاجة كده يعني طاجن ممكن تعمل في الطواجن السيلفر الصغيرة دي، بتقدم الموضوع في منتهى الروعة.